انطلاق فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2018 بمشاركة قوات خاصة من البلدين بمملكة البحرين. مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار. غوتيريش يعرب عن أسفه لغياب وحدة مجلس الأمن حول سوريا، وديمستورا يقول إن هناك خفضا لحدة التوتر بين الدول الأعضاء في المجلس. الجيش الوطني اليمني يحرز تقدما جديدا ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية غربية تعز، ويكبدها خسائر فادحة في الاعتاد والأرواح. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل للأخبار. مرحبا بكم. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأخبار. بدأت فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك خالد بن الوليد 2018، والذي تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، يستمر لعدة أيام بمملكة البحرين. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري. بدأت فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك خالد بن الوليد 2018 الذي تنفذه عناصر من القوات الخاصة المصرية والبحرينية، ويستمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة. وقد تم الإعداد والتجهيز الجيد للقوات الخاصة المصرية قبل التحرك للمشاركة في التدريب الذي يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات النظرية والعملية لتنسيق الجهود والاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين، حيث تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة من جانب القوات الخاصة الملكية البحرينية لتحقيق الدمج بين القوات المشاركة من الجانبين وتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ الرمايات من أوضاع الاشتباك المختلفة بالذخيرة الحية. والتدريب على اقتحام المنشآت والتي تعد إحدى المهارات الخاصة التي تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة للوصول للأهداف. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي. وللمزيد من المتابعة والتحليل انضم إلينا السيدة اللواء علاء بزيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية. سيادة اللواء تحية لحضرتك يا فندم. حياة لكم الأستاذ مستجد. أهلا بحضرتك. أهمية التنسيق المشترك بين مصر والبحرين للاستفادة من الخبرات القتالية لكلا الجانبين مع بدء فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك خالد بن الوليد 2018. نعلم جميعا من يمتلك القوة يمتلك القدرة ويمتلك الهيمنة، وإحنا في عصر دلوقتي إحنا في مجتمع الغابة، البقاء للأقوى فيه. نعلم جيدا أن مصر والبحرين تحديدا تعرضت لثورات الربيع العبري، وكان مستهدف إسقاط هذه الدول، وإحنا التدريب بيأتي في طبعا زي ما قال المتحدث العسكري بيأتي في إطار خطة تدريبات مشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة، طبعا بالتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وصقل المهارات بالعناصر المشتركة في التدريبات وزيادة قدرتها على تنفيذ مختلف المهام.
طبعا هو عايز من خلاله نوصل لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، لأن احنا العرب عموما الخليج ومصر مستهدفين، مستهدف حاضرنا ومستقبلنا، ولازم نكون يقظين لهذا. وطبعا بنواجه عدو شرس اللي هو الإرهاب، والإرهاب ده محتاج مننا تتوافر لدينا الإرادة والتدريبات المستمرة وتطوير جيوشنا وتقويتها، لأن احنا لأن هذه الحرب فرضت علينا وعلينا بتمارس حط الأساليب غدرا وأدنى الوسائل خسة. محتاجة منا تدريب راقي، محتاجة منا تعاون عسكري، تعاون تبسطل. يعني ما الفائدة من الناحية الفنية، ما الفائدة التي تعود على كلا الجانبين المصري والبحريني من تلك التدريبات، خاصة أنه مسرح التدريبات في مملكة البحرين؟ لأن في مملكة البحرين سواء هنا أو هنا ده بندرب القوات على المواجهة والتعامل المشترك لمواجهة المخططات العدائية، بينفذ عديد من الأنشطة والفعاليات. طبعا في محاضرات نظرية وعملية بالتنسيق للجهود والاستفادة من الخبرات، في خبرات قتالية للجانبين بلا شك. بيتم طبعا من خلال المناورات العسكرية اللي بتنظم أيضا في معارض للأسلحة والمعدات، وده من لازم إظهار القوة، ده مهمة جدا جدا. يعني احنا محتاجين في هذه المرحلة ان زي ما احنا شفنا الجيش المصري بفضل الله يعني وبجهود رجاله المخلصين أجمل كان تطويره وتحديثه لحد ما دلوقتي مصنف عالميا العاشر، وده اللي بيدينا الهبة وبيدينا طبعا محتاجين احنا دايما نطور من قدراتنا العسكرية من خلال التدريب المستمر. نعم. والتدريب مع قوات مشتركة قبل كده، دول شقيقة ودول عربية زي السعودية والإمارات حصل بيننا تدريب مشترك، وجهاد البحرين، وقبل كده كان فرنسا وبعد الدول الأوروبية. فده محتاج التطوير المستمر لقواتنا واليقظة التامة بخلال على أهبة استعداد والجاهزية لإحباط أي مخطط يستهدف أمن واستقرار مصر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء علاء بزيد مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية. بعث الفريق أول صدقي صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لأعياد تحرير سيناء. كما بعث وزير الداخلية مجدي عبد الغفار برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. أكدت الجامعة العربية أهمية تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي والأمني بين الدول العربية لمواجهة تحديات الجرائم الإرهابية الراهنة التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع. جاء ذلك في كلمة السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والتي بدأت اليوم بالجامعة العربية. ودعا جواد إلى أهمية ترقية العمل العربي المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذي يمثله توفير المال للتنظيمات الإرهابية. وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. يستهدف مشروع القانون تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات لبرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين والقضاء على العشوائيات. كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. يهدف مشروع القانون إلى حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الإضجار بها وتنظيم حيازتها وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها. ولمتابعة أوفى ينضم إلينا من مقر مجلس النواب على الهواء مباشرة مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، كيف كانت جلسات مجلس النواب اليوم وأهم مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها اليوم؟
نعم، بدأت جلسة مجلس النواب في هذا اليوم بتقديم عدد من الطلبات العاجلة، ثم تم الانتقال إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها من تم الموافقة عليه بشكل نهائي والبعض الآخر تم الموافقة عليه من حيث المبدأ فقط إلى أن يكتمل النصاب القانوني. يعني نبدأ بقانون الآثار الجديد والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي في جلسة هذا اليوم. هذا القانون الذي يهدف بشكل أو بآخر لحماية الثروة الأثرية المصرية. نتعرف على مزيد من التفصيلات حول هذا القانون من خلال السيد النائب علي بدر. سيد النائب، يعني برحب بحضرتك ورؤية حضرتك لتفصيلات أو مواد هذا القانون الكثيرة التي هي في مضمونها تهدف لحماية ثروة مصر من آثارها. أنا برحب بسيادتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هذا القانون يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بحماية الآثار، وده هيبقى طبقا لنص المادة 49 و50 من الدستور على الدولة أن هي تلتزم بحماية الآثار، وده اللي هو دعا الحكومة أن تتقدم بهذا القانون من أجل الحفاظ على ما تبقى من الآثار المصرية. مصر بتحتل مكانة كبيرة جدا في الآثار. مصر بيوجد لديها تلت آثار العالم، عشان كده كان لزاما علينا جميعا على الدولة وعلى البرلمان أن يتحرك من أجل حماية الآثار المصرية، ليس من أجل حماية الآثار فقط، ولكن أيضا هذا القانون ينظم لجنة تنظم إدارة المتاحف وإدارة الآثار المصرية. تعلم سيادتك ان في دول كتيره جدا ما عندهاش يعني يمكن 1% من اثار مصر، ومع ذلك بتستغلها استغلال كبير جدا من اجل تنميه الموارد. ويمكن القانون ده انشا لجنه تعتبر من اهم اللجان، الغرض منها هي اداره المتاحف واداره المواقع الاثريه من اجل ان هي تنمي الموارد، نستفيد من اثارنا. بنحتل او عندنا تلت اثار العالم، ومع ذلك الاستغلال اللي بيجي من هذه الاثار او المقابل المادي يعتبر للخزانه المصريه يعتبر ضعيف جدا. عشان كده اللجنه دي هتضم خبراء في كيفيه اداره والاستفاده من هذه الاثار، وده اللي هو احد الجوانب الاساسيه في القانون اللي تمت الموافقة عليه. أيضا بيعطي صلاحيات لوزير الآثار ان هو يبدأ يبقى عنده صلاحيات في الحفاظ على المواقع الأثرية، في الحفاظ على الآثار الموجودة، أيضا في كيفية مواجهة بعض العصابات اللي هي بتحاول ان هي تسطو على آثار مصر. عشان كده تم تغليظ العقوبة الموجودة في القانون الحالي من الحبس إلى السجن، ومن السجن المشدد إلى المؤبد. هذه هناك غرامة مالية أيضا، وهناك غرامة مالية أيضا لمن يقوم بالعبس بآثار مصر أو محاولة الاستيلاء على آثار مصر. الحقيقة تم تغليظ العقوبات لمين؟ عشان بس المواطن يبقى عنده أريحية، لأن في استغلال. إحنا العقوبات دي تم تشديدها عشان تواجه العصابات اللي هي بتحاول ان هي تعبس بآثار مصر. استاذ علي، طيب سريعا، وفي ايجاز الاسكان الاجتماعي الذي تم الموافقة عليه من حيث المبدا او في مجموعه فقط اليوم؟ الحقيقه الاسكان الاجتماعي ده من اهم المشروعات العظيمه اللي هي اكدت او اللي هي اوجدت سكن ملائم للمواطن المصري، اللي احنا كنا بننادي بيه منذ فترات طويله ان لابد على الدوله ان تتحرك ان هي توفر سكن مناسب للمواطن، وده اللي حدث من خلال الاسكان الاجتماعي. ما تم الموافقه عليه النهارده ان هو تم ادراج صندوق الاسكان الاجتماعي مع صندوق التمويل العقاري من اجل ان انا اوفر سكن ملازم للشباب المصري. الحقيقه برضو احنا نادينا بان هذا السكن لابد ان يكون متواجد في القرى وفي المراكز بالاضافه للمدن الكبرى، لان الاسكان الاجتماعي تم توفيره بعدد كبير جدا من الوحدات السكنيه للشباب وللمواطنين، ولكن الوحدات دي كانت موجوده في المدن الكبرى، فاحنا نادينا ان يتم نشر هذه الوحدات في القرى وفي المراكز من اجل خدمه الشباب المصري. علي بدر، النائب البرلماني، بشكرك جزيل الشكر. بشكر سيادتك يا فندم والساده المشاهدين. شكرا بالطبع موصول للساده المشاهدين، وعوده من جديد واستوديو النيل. اشكرك الزميل عمرو عبد العزيز مراسل النيل من مقر مجلس النواب، واشكر النائب علي بدر على هذه المعلومات الوافيه.
شيع آلاف الفلسطينيين اليوم جثمان شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما جنوب قطاع غزة. الشاب الفلسطيني استشهد متأثرا بجراحه بعد أن أصيب برصاصة في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباك بخان يونس وقع ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى يوم 6 أبريل الماضي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس شملت 22 مواطنا بالإضافة إلى اندلاع مواجهات بمحيط جامعة القدس بأبو ديس. كما قامت مجموعة من المستوطنين بشمال غربي القدس بتخريب إطارات عشرات المركبات وكتبت شعارات معادية تتوعد الفلسطينيين بالقتل. وفي بلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع المدارس ومحيط جامعة القدس بالبلدة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من القدس السيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح. سيد رأفت بعد التحية، يعني أولا لو تنقل لنا الصورة بعد حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس والتي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني كل من يتابع الإعلام المحلي الفلسطيني هنالك مصطلح أصبح مرتبط، الإعلام الاعتقالات اليومية، الإعلام الفلسطيني تحدث عن الاعتقالات اليومية منذ السنوات الأخيرة، لأن هنالك حملات اعتقالات يومية تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. صحيح أنها تتزايد في فترة وتنخفض في فترة، ولكن الاعتقالات لم تتوقف لحظة من اللحظات. في هذه الأيام ازدادت عملية الاعتقالات بعد المسيرات التي جابت أو التي انطلقت من قطاع غزة نحو السد الفاصل، ولكن انطلقت في الضفة الغربية، وهنالك ما يعرف بالنسبة للفلسطينيين في مسيرات العودة، وهنالك أيضا تحديد لأن تكون هنالك زخم جماهيري في يوم النكبة الفلسطينية الذي يصادف في الشهر المقبل. إسرائيل تقوم بحملات اعتقالات استباقية لمن يقوم بمسيرات سلمية، وبالمناسبة هنالك اتفاق وطني شامل الشعب الفلسطيني ملتزم به بأن المقاومة سلمية، والتزم الشعب الفلسطيني بالمقاومة السلمية نسبة أو تماشيا مع المتطلب الدولي، رغم أن المجتمع الدولي كافل للشعب الفلسطيني كافل أشكال المقاومة، ومع ذلك التزم الشعب الفلسطيني بالمقاومة السلمية، ويقوم قوات وتقوم قوات احنا باعتقال كل النشطاء الفلسطينيين الذين ينظمون هذه المقاومة الشعبية. اعتقالات تندرج في إطار اعتقالات استباقية لأي مقاومة سلمية لأي تجمع سلمي يقوم به أبناء الشعب الفلسطيني أو نشطاء أبناء الشعب الفلسطيني من كافة الفصائل للترتيبات لهذه المسألة. سيد رأفت، يعني واضح أن هناك استهداف للفلسطينيين في الداخل وفي الخارج، هناك استهداف للعالم الفلسطيني في ماليزيا، هناك حملة اعتقالات، هناك استهداف لفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، بالإضافة إلى حتى تصريحات وزير الاستخبارات الإسرائيلي الذي قال أن نحن جميع قادة المقاومة في غزة سيتم اغتيالهم. يعني هناك تصريحات معادية للفلسطينيين، هل يبدو أن هناك استشعار بخطر متزايد من قبل الفلسطينيين تشعر به إسرائيل؟ هذا إفلاس سياسي لدى الحكومة الإسرائيلية ولدى السياسة الإسرائيليين، هم لا يهددوا فقط أبطال المقاومة كما يدعون المقاومة المسلحة، هم الآن هددوا عهد التميمي، الطفل عهد التميمي المعتقل في سجون الاحتلال، خرج علينا وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يحرضون على قتلها وهي داخل السجون. هذه حكومة عنصرية، تصريحاتها عنصرية وممارساتها عنصرية، وإن عبرت عن شيء تعبر عن الإفلاس السياسي التي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو، اغتيالات في الخارج في ماليزيا واعتقالات في الداخل. الشعب الفلسطيني برمته أصبح اليوم مستهدف من هذه الحكومة العنصرية الإرهابية. لهذا السبب يجعلنا هذا السبب نؤكد كقيادة فلسطينية على مطلبنا، نحن نريد حماية دولية لشعبنا الفلسطيني أينما تواجد، أن هذه الدولة الإرهابية دولة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف كل قطاعات الشعب الفلسطيني أينما تواجد، في كل أماكن تواجدها أصبح الشعب الفلسطيني مستهدف. لهذا نؤكد من جديد كقيادة فلسطينية أننا نريد حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح.
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا إن اجتماع مجلس الأمن غير الرسمي بشأن سوريا والذي عقد بمزرعة في السويد ساهم في خفض حدة التوتر المتصاعد بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء أقروا بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة. كانت السويد قد دعت مندوبي الدول 15 في المجلس والأمين العام أنطونيو غوتيريش لعقد اجتماع غير رسمي في مسعى لتخطي الانقسامات العميقة بشأن كيفية إنهاء الحرب في سوريا. شهدنا أسبوعا من التوتر المتصاعد والمخاطر الكبيرة في سوريا، وأسهم الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن في خفض هذا التوتر، كما كان فرصة للحديث عما يوحدنا بدلا مما يثير الانقسامات بيننا في الشأن السوري. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه تم التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن لمواصلة السعي للتوصل إلى طريقة للاتفاق على آلية تعزيز المساءلة في حالة حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية في المستقبل. خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن في السويد، أعرب غوتيريش عن أسفه لغياب وحدة مجلس الأمن فيما يتعلق بالشأن السوري. تصريحات غوتيريش جاءت عقب الاجتماع الذي عقد بشكل غير رسمي في السويد وشارك فيه سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ولم ينتج عنه إعلان حول سوريا. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور علي، بعد التحية، الصراعات الدولية تنعكس بشكل كبير على وجود حل سياسي للأزمة السورية، كيف يمكن برأيك حل سياسي أن يتبلور في مجلس الأمن الدولي في ظل هذه الخلافات الجوهرية في طبيعة وأسباب المشهد في سوريا الآن؟ أولا سأبدأ من نهاية الكلام بأن هناك خلافا جوهريا بين هذه الدول على طبيعة وطريقة وأسلوب الحل السياسي للقضية السورية، ولكن في الحقيقة هذه لا تعبر عن جوهر هذه القضية، وبأن فعلا هناك يعني الخلاف قائم على الأسلوب أو الطريقة على هذا المسار، بل هناك في الحقيقة طرفان ومساران. الأمين العام عندما يتحدث عن عدم توفر وحدة المجتمع الدولي في حل القضية السورية، يجب أن يكون كلامه معبرا عن أن هناك طرفا مارس العدوان خارج الشرعية الدولية في ومبادئ القانون الدولي، وبالتالي هذا هو الطرف الذي هدد فعلا الأمن والسلم الدوليين وجعل من العملية السياسية عملية ميتة، كما هم يريدون أن يحولوها ويعيدوها إلى جنيف بعد أن أطلقوا النار عليه عبر هذا العدوان الثلاثي على سوريا. ولكن طالما أن المعادلة الميدانية والتي أنتجت فعلا وصفة صحيحة وحقيقية تعكس واقع سوريا بالميدان وبالسيكولوجيا وإرادة الشعب وكل ما يمكن أن نصفه من صور في المجتمع السوري، تؤكد على أن هذا الشعب يملك إرادة تدافع عن سيادته وعن أرضه وتلحق الهزيمة بهذا الإرهاب وستتصدى لأي عدوان ومن أي جهة كانت. هذه المعادلة بتقديري أصبحت مقنعة للطرف الغربي بقيادة أمريكا التي كانت تتنصل من المفاوضات مع الروسي لكي لا يقدم نفسه لها كطرف مكافئ وقطب موازن لأمريكا. أما حاليا يستطيع الروسي، وهذا في الحقيقة ما بدأت جلسات مجلس الأمن يعني تتحدث في هذا السياق. نعم، أشكرك الدكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
هذا وقد وصلت القافلة التي تقل نحو 1000 شخص من مسلحي المعارضة المنسحبين من مدينة القلمون شرقية دمشق إلى مدينة عفرين شمال غربية سوريا. كانت وسائل أعلام سورية رسمية قد أعلنت السبت الماضي انطلاق عملية إخراج المسلحين وعائلاتهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم من بلدات الرحيبة وجرود والناصرية بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السوري وقادة الجماعات المسلحة. من ناحية أخرى، تتواصل العمليات العسكرية في القسم الجنوبي من العاصمة السورية دمشق، حيث كلف الجيش السوري كثف قصفه على المناطق الخاضعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتدور المعارك على محاور مخيم اليرموك والحجر الأسود وأطراف حي التضامن بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية. كان مسلحو داعش قد وافقوا على التخلي عن آخر جيوبهم في دمشق يوم الجمعة الماضي، إلا أنهم لم يبدأوا عملية الإجلاء بعد، حيث يتحصن المئات منهم في الحجر الأسود بالقرب من مخيم اليرموك بدمشق. يبدأ اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب. ويسعى ماكرون خلال اللقاء في إقناع ترامب بعدم التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران وكذلك عدم سحب القوات الأمريكية من سوريا. زيارة هامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى من نوعها منذ توليه سدة الحكم في شهر مايو الماضي. يبحث خلالها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب العديد من الملفات، وفي مقدمتها الاتفاق النووي مع إيران وسحب القوات الأمريكية من سوريا. يسعى ماكرون خلال الزيارة إلى إقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي قرارا بهذا الشأن في شهر مايو القادم. ليس لدينا خطة بديلة إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران. هذه مسألة سيتم مناقشتها، وهذا الاتفاق هو إطار للعمل أفضل مما هو عليه الحال مع كوريا الشمالية. وتشكل هذه القضية أولوية قصوى، وبخاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهه ترامب في شهر يناير الماضي إلى الموقعين الأوروبيين على الاتفاق، وهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بضرورة فرض مزيد من القيود على الاتفاقية الموقعة عام 2015 مع إيران لمنعها من الحصول على القنبلة النووية، مهددا في حال فشل الدول الثلاث في تحقيق ذلك قبل 12 من شهر مايو بإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران والانسحاب من الاتفاق النووي. وإلى جانب الاتفاق النووي، تسيطر أيضا العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين على جدول أعمال القمة، وكذلك قضايا الشرق الأوسط والوضع في سوريا بعد الضربات المشتركة الأخيرة. كان الرئيس الفرنسي قد حذر من الخروج الكامل والنهائي من سوريا بعد انتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي دون إيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد. في اليوم الذي سنكون فيه قد انتهينا من الحرب على داعش، إذا رحلنا بشكل نهائي وكامل حتى على الصعيد السياسي، سنترك الأرض للنظام الإيراني ولبشار الأسد وسيعودون لحرب جديدة. وعلى الرغم من صعوبة حسم القضايا الخلافية بين الجانبين، إلا أن زيارة ماكرون للولايات المتحدة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للرئيسين، فوفقا للمراقبين يرغب ترامب في تعزيز جبهته داخليا وخارجيا من خلال الظهور أمام معارضيه وكأنه منفتح على العالم، بينما يتطلع ماكرون وبقوة إلى إحراز تقدمين في الملفات الخلافية مع شريكه الأمريكي لتعزيز مكانته في أوروبا وتعزيز موقفه الداخلي في ظل تصاعد حركة الإضرابات داخل فرنسا اعتراضا على السياسات الإصلاحية التي يرغب في تطبيقها. وعلى هامش زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيؤدي إلى عزلة واشنطن باعتبارها شريكا غير موثوق به في أي اتفاقيات قادمة على حد قوله. الجميع حذروا الإدارة الأمريكية من الانسحاب من الاتفاق، فهو ليس اتفاقا ثنائيا بين طهران وواشنطن، والانسحاب منه سيؤدي إلى عزلة الولايات المتحدة التي سيعتبرها المجتمع الدولي شريكا لا يمكن الوثوق به. وإيران لديها العديد من الخيارات ولكنها ليست سارة. وإلى الشأن اليمني، حيث أحرز الجيش الوطني اليمني تقدما جديدا ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية غربية تعز، وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقتل في المواجهات مع الجيش الوطني اليمني 8 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 12 آخرون غربي تعز. وقال مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني إن المواجهات وقعت في جبهة مقبنة غرب تعز أسفرت عن السيطرة على الردمة وتبة الشاهد، وذلك عقب هجوم نفذته ميليشيات الحوثي على تبة الخزان، إلا أنها تكبدت خسائر فادحة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل الربيعي المحلل السياسي اليمني. دكتور عادل، بعد التحية، يعني كيف تقيم ما تقوم به القوات اليمنية من جهود في استعادة جميع المدن التي تسيطر عليها الجماعات الحوثية؟ أهلا وسهلا، ولي الشرف الانضمام معكم. هناك بعد عسكري وميداني في المعركة الأستجد، وسيغير نوعيا طبيعة المعركة والمهمة العربية في دحر الميليشيات الحوثية التي تتبع المشروع الإيراني في المنطقة. قوات حراس الجمهورية أو التي تتبع أحد رموز الحرس الجمهوري العميد طارق صالح المقرب من الزعيم الراحل علي عبد الله صالح، فأحدثت تحول نوعي في الميدان، وبدت معركة تعتبر من المعارك الهامة جدا نحو أو صوب تصفية وتطهير مناطق الساحل الغربي بالكامل، وهذا التطور نوعي. يعني من حيث ممكن مزيد من التفاصيل، ما يعني شكل هذا التطور النوعي او هذه العمليه؟ التطور النوعي هو بالمجال السياسي، لانه رمزيه الحراس الجمهوريه او رمزيه العميد طارق صالح ترمز الى اهم وحدات النوعيه والكميه ايضا في الجيش اليمني الممثل بقوات الحرس الجمهوري. ايضا التوقيت والمسار العسكري في هذه اللحظه يؤكد بأن هناك تطور نوعي عمل. دائما ظلت السياسة الإقليمية في مواجهة الحوثيين تفتكر إلى الحكمة في لحظة معينة عن طريق عدم التنسيق مع الزعيم الراحل صالح، أو عدم أو استهداف اليمن بتهمة الحوثي أو بتهمة إيران دون الالتفات إلى المعادلة النوعية التي لعبت بها السياسة الإيرانية عبر ميليشيا الحوثي. في الأحداث الأخيرة ومن بعد ما يسمى بانتفاضة ديسمبر واغتيال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، استطاعت هذه القوات أن تعود وهي صاحبة النسبة الأكبر والكادر على الحسم العسكري. كل المحاولات السابقة التي عمل عليها التحالف العربي أو ما إلى ذلك نحو دحر المشروع الإيراني في اليمن كانت تفتكر إلى العنصر أو الرافد الأهم في بيئة وطبيعة المجتمع اليمني، الحرس الجمهوري أو ما يسمى حاليا بحراس الجمهورية، العميد طارق صالح، النخبة العسكرية كلها كانت في تغييب كبير جدا عن المشروع، بغض النظر عن وجود الشرعية مثلا في المملكة العربية السعودية أو كل ما تم في محاولات الفترة السابقة. كانت كل الجهود التي تحاول أن تحارب الميليشيا الحوثي تفتكر إلى الأساس أو إلى البنية أو إلى السواد الأعظم من مقدرات الجيش اليمني، وأيضا الرأي العام اليمني. الرأي العام اليمني مرتبط بالرئيس اليمني. يعني وجود حراس الجمهورية الآن في المشهد العسكري قد يغير من المشهد السياسي كما فهمت من حضرتك. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عادل الربيعي المحلل السياسي اليوم. مشاهدينا متواصلون معكم بعد أخبار الاقتصاد. استقالة رئيس وزراء أرمينيا بعد 11 يوما من الاحتجاجات والإفراج عن زعيم الحركة الاحتجاجية في البلاد. انطلاق فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2018 بمشاركة القوات الخاصة من البلدين بمملكة البحرين. مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار.
غوتيريش يعرب عن أسفه لغياب وحدة مجلس الأمن حول سوريا، وديمستورا يقول إن هناك خفضا لحدة التوتر بين الدول الأعضاء في المجلس. الجيش الوطني اليمني يحرز تقدما جديدا ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية غربي تعز، ويكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقفتنا الأولى في هذه البانوراما الوقفة الاقتصادية. أخبار المال والأعمال مع الزميل حسام الدين عاطف. إليك حسام. شكرا لك يا غادة وشكرا لك إلهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها توقيع مذكرة تفاهم بين البترول والمفوض الأوروبي للطاقة، والوزارة تؤكد دعم الاتحاد لتحول مصر لمركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة. أهلا بكم من جديد. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانيتي، كما شهد إسماعيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والمفوض الأوروبي. وفي غضون ذلك أكد المفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة كانيتي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الغاز والبترول الجاري تنفيذها في مصر. وأشاد ميغيل خلال زيارته برفقة وزير البترول طارق الملا لموقع محطة المعالجة البرية للغازات حقل ظهر بالنتائج الإيجابية التي تحققت في قطاع البترول والغاز المصري، والتي تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة بالإضافة إلى آليات تنفيذها. ومن جانبه أكد وزير البترول دعم الاتحاد الأوروبي لتحول مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أهمية دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية لمستويات غير مسبوقة، وخلال لقائه بوفد المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات الذي يضم 50 شركة صينية، بحث قبيل فرص الاستثمار في مصر، وبالإضافة لفرص إقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص في مصر والصين في كافة سلاسل إنتاج الملابس والمنسوجات الجاهزة. قال وزير قطاع الأعمال خالد بدوي إن الوزارة تهدف إلى تقوية ودعم شركات الأدوية التابعة لها، بالإضافة إلى زيادة حصتها السوقية مع تنويع المنتجات وتغطية احتياجات السوق. وأوضح بدوي أن خطة الوزارة تشمل إنشاء خطوط جديدة وإنتاجية مزودة بتكنولوجيا حديثة لتحسين أداء الشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم في زيادة صادرات هذا القطاع. وكان وزير قطاع الأعمال قد أكد أن فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة غير مطروحة، مشيرا إلى أنه لا مانع من الدخول في شراكات بهدف التطوير وفتح أسواق جديدة. بحثت وزيرة الاستثمار سحر نصر خلال وجودها في واشنطن مع رئيس المجموعة البنك الدولي جيم كيم دعم المؤسسة لعمليات التنمية في سيناء. وخلال اللقاء أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، بالإضافة إلى التشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، كما أكد أن زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية أيضا سيؤدي إلى زيادة النمو. وخلال حضورها لاجتماع التجمع الإفريقي طالبت وزيرة الاستثمار بزيادة حصة القارة السمراء في مؤسسات التمويل الدولية، كما دعت وزيرة الاستثمار إلى دعم الاستثمار والبنية الأساسية في إفريقيا. انطلقت بالقاهرة فعاليات المنتدى الأفرو آسيوي الثاني لتأمينات الحياة بمشاركة 20 دولة و 140 منظمة وشركة تأمين. وفي كلمته أكد الأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين أن نشاط التأمين في العالم سجل نموا بأكثر من 33% خلال عام 2016، بينما وصل النمو في مصر إلى 29% في 2017 مقارنة مع العام السابق عليه. وإلى البورصة المصرية التي وصلت مؤشراتها أداءها المتباين لدى إغلاق التعاملات اليوم وسط عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار، وعاود المؤشر الرئيسي ارتفاعه متخطيا حاجز 18,000 نقطة مجددا. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 4.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 993.1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت بنحو 1,956 من مليون جنيه.
ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر من البورصة المصرية أنهينا وقفتنا الاقتصادية، وعودة جديدة إلى غادة وإلهام. تفضل. شكرا لك حسام. أعلن رئيس الوزراء الأرميني ساركسيان اليوم استقالته من منصبه، وذلك بعد 6 أيام من توليه مهام منصبه رسميا إثر اندلاع احتجاجات كبيرة نظمتها المعارضة. يأتي هذا فيما أطلق سراح زعيم الحركة الاحتجاجية في أرمينيا نيكول باشينيان بعد أن أوقف يوم الأحد في أثناء تظاهرة في العاصمة يريفان. يذكر أن التظاهرات التي شهدتها أرمينيا احتجاجا على انتخاب ساركسيان رئيسا للوزراء بدأت في 13 من الشهر الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية. وكان البرلمان الأرمني قد وافق الثلاثاء الماضي على انتخاب ساركسيان رئيسا للوزراء بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني، حيث يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع. أصدر القضاء البلجيكي حكما بالسجن 20 عاما على صلاح عبد السلام وشريكه بعد إدانتهما في قضية إطلاق النار على شرطيين في بروكسل في عام 2016. صلاح عبد السلام هو المتهم الوحيد الباقي على قيد الحياة في هجمات باريس عام 2015. لم يحضر عبد السلام جلسة النطق بالحكم ولم يغادر محبسه بأحد سجون شمال فرنسا. كان الهجوم على الشرطة البلجيكية قد وقع في 15 من مارس 2016 بعد 4 أشهر من اعتداءات باريس والتي أسقطت 130 قتيلا. اسمعي. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز وآخر أخبار الرياضة. تفاصيل الأخبار الرياضية مع نهلة حجازي، إليكم. شكرا لك نهلة. ونهاية بانوراما النيل لا يتبقى منها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. انطلاق فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2018 بمشاركة قوات خاصة من البلدين بمملكة البحرين. مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار. الجيش الوطني اليمني يحرز تقدما جديدا ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية غربية تعز ويكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. غوتيريش يعرب عن أسفه لغياب وحدة مجلس الأمن حول سوريا، ودمستورا يقول إن هناك خفضا لحدة التوتر بين الدول الأعضاء في المجلس. نهاية بانوراما النيل، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.